ويبدأ ذاك ينشد تلك الأبيات: أفاطم لو خلت مدارس آيات خلت من تلاوة، إلى أن يصل أفاطم لو خلت الحسين. يلتفت له الإمام يقول له: ألا أزيدك بيتين فيها تمام قصيدتك؟ قال: تفضل، أتشرف بذلك يا ابن رسول الله. قال: وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. سيدي هل لكم قبر في طوس لا نعرفه؟ قبر من هذا؟ فقال الإمام: ذلك قبري، هذا قبري. إن هي أيام ليالي راح تسمع النعي، وسأكون قبري هناك في منطقة طوس، هناك في خراسان. وبالفعل هذا الذي حدث، الإمام أخبر بمكان دفنه وبمكان شهادته، وهذا الذي حدث إلى أن أشخص إلى مر وبقي هناك في مدة إمامته، في بقية مدة إمامته، وقد استلم زمام ولاية العهد، وكان معه آنذاك أبو الصلت الهروي جالس. التفت إليه الإمام قال: الآن يأتيني رسول الخليفة. ما أتم الإمام كلمته وإذا بالباب تطرق. من الطارق؟ قال: أنا رسول الخليفة إليك، أنا رسول المأمون، أجب يا أبا الحسن فإنه يدعوك إليه. قام الإمام سوى عليه ثيابه وانطلق خارج الدار، ومن خلفه أبو الصلت الهروي يتمشى مع الإمام إلى أن وصل إلى دار المأمون. هناك وقف عند باب الدار، التفت إلى أبي الصلت: يا أبا الصلت انتظرني هنا، أنا داخل ساعة وأطلع، لكن إن رأيتني مكشوف الرأس كلمني، وإن رأيتني مغطى الرأس فلا تكلمني فإني مشغول بنفسي. دخل الإمام، جلس، وإذا هناك جالس المأمون: أهلا مرحبا بابن العم. قدم إليه الضيافة، شنو ضيافته؟ طبق فيه عنب مسموم. اتفضل يا ابن رسول الله، هذا عنب رازقي، جيء به من بلد كذا وكذا، جيء به في غير أوانة، تفضل يا ابن رسول الله كل منه. الإمام تمنع مرة مرتين، قال: لعلك تتهمنا بسوء، لا يكون تتهمنا بشيء. عند ذلك عمد الإمام إلى ذلك الطبق، تقول الروايات أخذ ثلاث عنبات لا أقل ولها أكثر، لاكها في فمه، حركها بين أسنانه، قام على قدميه: إلى أين يا ابن العم؟ قال: إلى الوجه الذي وجهتني إليه. وطلع الإمام من ساعته من الدار، نظر إليه أبو الصلت وإذا بالإمام مغطى الرأس، قد وضع رداءه على رأسه. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا والإمام يتمشى في الطريق، تار يمشي وتار يقف، يمسك بيده الجدار لأنه لا يتمالك، حتى وصل إلى باب داره، فتح الباب ودخل ورمى بنفسه على فراشه: يا أبا الصلت لقد فعلوها، يا أبا الصلت أغلق الأبواب ولا تدع أحدا يدخل علينا فإني مشغول بنفسي. أغلق الأبواب وجلس عند رأس الإمام ينظر إليه، هذا والإمام يتلوى من شدة ذلك السوم، يتقلب يمينا وشمالا على فراشه، وقد سر السم في جميع بدن إمامكم. بينما هو على هذه الحالة، وإذا بصبي صغير قد جاء ودخل إلى الدار في صحن الدار. التفت إليه أبو الصلت: يا هذا كيف دخلت الدار والأبواب مغلقة؟ قال: لا يضعف يقينك فينا يا أبو الصلت، إن الذي جاء بي من المدينة إلى هنا هو الذي أدخلني الدار والأبواب مغلقة. صار يدقق أبو الصلت في وجه ذلك الصبي، وإذا به أشبه الناس بأبي الإمام الرضا،
بمجرد أن بصر به الإمام الرضا فتح باعه وضم ولده إلى صدره وبكيا وانتحبا طويلا يا أبا الصيلت هذا الإمام من بعدي هذا ولدي أبو جعفر اسمع له واطع فإنه إمامك من بعدي هذا والإمام بتلك الحالة يبكي وولد الإمام الجواد يبكي وقد وضع رأس والده في حجره بني بني أنت الإمام من بعدي إن أنا مت فغسلني وكفني ولفني في أثوابي ثم تقدم وصلي علي واعلم أنهم يظنون أنهم الذين يلون أمري ولكن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله ثم استخرج من فمه شيئا أشبه بالعصفور التقمه الإمام الجواد سلام الله عليه سلمه مواريث الأنبياء وسلاح جدهم رسول الله هذا وقد عرق جبينه وسكن أنينه وانعطف عرنينه ما عند أحد في الدار حتى يتودع منه إلا ولده صار يتودع من ولده قائلا بني في أمان الله في دعة الله ثم غمض إمامكم عينيه وأسبل يديه ومد رجليه وأطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة أين الصارخون وعليا وإماما وسيدا ومصيبته انتشر خبره في طوس صار البكاء والعويل والكل ينادي وإماما وعليا واصبح الطوس بزلا زلو الخلق كلها بعويل واصبح الطوس بزلا زلو الخلق كلها بعوي لجل ابو محمد تزال زل يا خلق عرش الجلي علام سود من الشرا ومنهم مدامعهم تسيل اهتزت السبع العلي وبالارض صار انقلاب قام شبل يغسله والدمع من عينه قام شبل يغسله والدمع من عينه مدد على المغتسل والماء جاه من السماء بلطفوف حسين جدد غسل بفيض الدم والجفن ساف الثرى عريان مسلوب لثيا قبر بطوس